السلام عليكم الاخوان، كل شيء بخير، لاباس عليكم، هانين، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. فباش نثبت معكم فواحد الموضوع وبزاف الناس كيتسائلوا عليه، على فريق الرجاء البيضاوي وعلى فريق الجيش الملكي. فانا يا كما كيعرف الكل، فانا ولد كازا، ولد حي محمدي بالضبط. إخوان سألوني البارح في واحد المجموعة، سألوني زعما شكون الفريق اللي كتبغي، فالسؤال حيرني في راسي بزاف. فقلت ندير واحد الفيديو باش الإنسان يوصل له الميساج مزيان. أنا من الصغر ديالي، يعني قبل من نلعب في الرجاء، يعني كنت كنتمنى كنت كنحلم أني نلعب في فريق الرجاء البيضاوي. فغنحكي لكم واحد شوية كيفاش وصلت لفريق الرجاء البيضاوي وكيفاش لعبت. فالحمد لله اي واحد في الدنيا هذه كيتمنى شي حاجه راه كيوصل لها. فالبدايه ديالي انا كانت في النادي الاهرام الرياضي، من بعد في البدايه ديالي كانت في الاهرام، ومن بعد مشيت لفريق الاتحاد الرياضي. الاتحاد الرياضي اللي كان طرا ليه مشكل ان الشركه حيدت الفريق، ومن بعد لقيت الاوراق ديالي عند فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله، يعني صراحة انا كنت فما كنلعب عند فريق الرجاء البيضاوي، يعني كنت كنحاول ندير مقابلات جيدين يعني باش تلفت لهم النظر ليا. الحمد لله داكشي اللي كان في المباريات ديال الشبان قبل ما التحق الفريق الاول فريق الاتحاد الرياضي. الحمد لله لعبت مقابله واحده ضد فريق الرجاء البيضاوي، الحكم ديالي كانت عندي في عمر 17 سنه، كنت باقي صغير. فالحمد لله، يعني كيفاش مشيت لفريق الرجاء البيضاوي، ففتحي جمال كنا لعبنا مع لي سبور ديال الرجاء في التيران ديال ريجي طابا. والحمد لله 19 نسجل هدف، 19 نسجل هدف ديال الرباح كما كنقولوا. والحمد لله كنت فارض راسي في فريق الاتحاد الرياضي، وكانت عليا واحد النظره قويه من الفرق. الحمد لله كلشي كان كيدير لي الحساب الوقت اللي كنت كنلعب في الشبان ديال فريق الاتحاد الرياضي كما قلت لكم. والحمد لله فاش الفرقه تحيدات، يعني ديريكتوم لقيت ورقيه في فريق الرجاء البيضاوي. يعني ما نعاودش لكم الشعور اللي حسيت به الوقت اللي عيطوا ليا. فجيت الفريق فريق الرجاء البيضاوي، يعني عيطوا لي ليكيب بروميير. بديت كنترين معاهم واحد السيمانه باش ترينيت انا وحكيم الحوتي اللي عقلت عليه، لاعب صاحب فريق الرجاء البيضاوي. والمدرب اللي كان ديك الوقيته كان اوري ميشيل. فباقي ما لعبناش شي ماتش ولا شي حاجه، جا عندي اوري ميشيل قال لي انت خاطر تلعب مع الجنيور، وخلى حكيم الحوتي مع ليكيب بروميير. شي حاجه زوينه هو الاسبوار، كتعرفوا واحد منكم يكون عنده تجربه في ليكيب بروميير، لعب في القسم الاول وكينزل يلعب مع فريق ديال الشبان. فالحمد لله كانت عندي تجربه، 19 سنين نحقق بطوله مع الشبان فريق الرجاء البيضاوي. من بعد داك الموسم لعبت مع فريق الرجاء البيضاوي في الشبان، فالتحقت بصيفطوني كمعار فريق اتحاد طنجه. ملي مشيت لفريق اتحاد طنجه الحمد لله 19 سنين لعبت 26 مقابله، رجعت بلا ما يعني رجعت ديريكتوم للفريق الاول فريق الرجاء البيضاوي من اعاره من فريق اتحاد طنجه. فدوز معهم ثلاث مواسم فريق الرجاء البيضاوي، الحمد لله اللي كانت رائعه، والحمد لله اللي تمكنت نحقق معاه لقب ديال كاس العرب. الحمد لله دوز في مستوى عالي الحمد لله. فهادشي اللي بغيت نوصل للجمهور الكريم، ان الشهري راه رجاوي وغادي يبقى ديما رجاوي ان شاء الله. وبالحكم انني دابا كنفكر ان شاء الله باش نخدم في المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي، فالجيش دوز مع 5 سنين اكيد، ولكن ديما كيبقى فريق الام ديالك هو فريق الرجاء البيضاوي، الفريق اللي درتي معاه سميه، الفريق اللي بقى لك معاه واحد التاريخ كبير، الفريق اللي دالك سميه في المغرب الحمد لله. فالظروف اللي خلاتني نحيد من الرجاء راكم ديجا عرفتوها، ديجا هضرت لكم عليها. فالحمد لله هذا السؤال اللي كتسولوني في الفيسبوك، كنتمنى من الله انك ما تبقاش تسولوني عليه، حيت اي واحد كيكون عنده فريق اللي كيبغي في العالم كامل كيكون واحد الفريق اللي دوز معاه شي حوايج اللي لاول مره شافهم، شي حوايج اللي سبيسيال الصراحه.
فكنتمنى من الله مسيره موفقه لفريق الرجاء البيضاوي في المسيره ديالو ان شاء الله بعد هذا الوباء، ان شاء الله يمشي علينا ان شاء الله، ورجعوا الجمهور ورجعوا ترجع الوقت كيف ما كانت كيف ما كنقولوا. فهادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني هذا فيديو حصري بالنسبه لي انايا، انا راه رجاوي كما كتصنتوا دابا معايا في الدار، انا مخدم اغاني ديال الرجاء البيضاوي، يعني الفريق اللي ما عمرهم ما غيتنسوا، الفريق اللي غيبقى في الذاكره. وهادشي اللي بغيت نوصل لكم، الله يعاونكم.